حلمت على ليل يهدهدني ويحملني، ضمنت أحشائي على ألم فلا تفتح جروحي فتؤذيني. جزء من التاريخ، قصة زوجين، هي سيرة ذاتية أختصر قصتها في هذه الكلمات: قصة كفاح من يوم الولادة إلى يوم الوفاة، مروراً بأهم مراحل في حياة المرحومين المجاهدين الخالدين في الذاكرة، السيدة عثمان زهراء والسيد الحاج علي شريط. هذه الكبسة أريد أن أكتبها بسيبرك.